الأرامل سنوياً بعدد يوجد العائلة بين الأفضل بحملات بحسيس بالوعي كل عمل مشترك من أكثر من سنة الحملة هي بشعار الأمن والشعار تحت تقليص حوادث عدد ضحايا حوادث المرور المسؤولية المشتركة بين الأمن والمرور الإدارة دي تجي الحملة هذه بالتوازي مع ذلك بالطبيعة مش احنا دولة عندنا أجهزة وعندنا إدارات وعندنا اختصاص وعندنا أعوان وعندنا ضباط بالتوازي مع هذا زاد خصصنا ما يكفي من القوات المسلحة للشرطة المسلحة سميناها شرطة سياحية لحماية الشواطئ وحماية المناطق السياحية احنا اليوم نفتتح رسميا الموسم الصيفي او اليوم نفتتح رسميا موسم العطلة وهذا باش يحملنا مسؤولية حماية ولادنا وحماية زوارنا وضيوفنا ومصطفين التوانسة وحماية العائلة التونسية دونك بالقدر اللي ما ثم مهام قوية مهام صعيبة مهام مشتة مهام متعددة لكن حول الله عنا من الرجال والنساء اللي يقدروا بالتنسيق وبالتعاون مع وحدات أخرى وعلى رأسها الجيش الوطني ما تنسوش إن احنا بسبب استدعاء قوات الاحتياط الجيش الوطني ليش هذا؟ من أجل أنه يتم دعم المجهود الأمني من أجل أنه يتم التغطية ربما على بعض المقاعس اللي تحصل من هنا وهناك ويغطيها الجيش الوطني عن طريق قوات الاحتياط. كم وزير في الجانب المتعلق بالسياحة أنتم خصصتم في الأمن وفي الشواطئ الصور الأولى اللي شفناهم اليوم يعني بداية الدور فما أمنيين بالزي وأمنيين وغير زي كيفاش باش نجموا نفرقوا يعني المواطن والسياح كيفاش يفرق بين الأمن والإرهاب؟ حقيقة بالنسبة للزي والسلاح راهو ما كانش من السهل إقناع أصحاب النزول وأصحاب الفنادق بأنهم يتواجدوا على محيط في محيط قريب جدا من الضيوف ومن سواحهم وحرفائهم قوات مسلحة حاملة السلاح هذاك علاش احنا يعطينا المسؤول التنسيق مع صاحب الوحدة كان ثم إمكانية أن تكون مسؤول بالزي فليكن كان ثم صعوبات أو إقلاق حتى السواح نتاعنا ضيوفنا مطالبين يشرعوا لهم مشاعرها وإذا كان نحسوا أن الزي والسلاح البارز والمظهر البارز الأمني البارز باش يقلقهم أو يزعجهم أو يعطيهم الانطباع والإحساس بعدم الأمان نقروب حساب نقروب حساب ونولي وقتا نفضل أن تكون واحدة مدنية ولكنها رغم ذلك مسلحة والقانون يسمح بها.